ومن آيات الله جعل الله لعبرة لمن يخشى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبيك أوره سائر ملانك وا حلقة حالة سيد عيسو أو شيا دينتنا أو لقفلة يجنا الحرحرة. أنت سيالو سمينا يا شيا دينت الله قفلة يا إيشك هذه أو جنة الباب الله فرا يا نارتنا الله حرا مسلمين تا مؤمنين تا وليس المنافقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم وعنا ونحسن أصحابكم حرن من دال ميديا شو ما أنتم حايدين وضع إن جوري جوج أيان أهي وسوا الرصدي ومجال لما أعرف كره وجوري جوجي أيان ربعنا أنك فائدة سنو وحياة لحظة وحياة سو كسب سن بيشان بركة سن إير مدانك. أوكي حياتها وحايدين وضع لابو خذوا ربعنا أنك إذا كله حلو قدم كوكوات فإذا إلّا هاي بشان رمضان تأكل كجرنا فإذا لبعضنا وحروا إنا كهذلو هدو إله رالك نخذو ومن آيات الله ومن آيات الله عروا إنا كهذلو. أوكي قلب الكويت بشبركيسن إيه رمضان تا بشبركيسن إيه رمضان تو وبالإله وآد أبركي دتكبا ويكلف عينهن بلو ويكلف عينهن سندهن ويكل في عينهن سند كي تجي السند كان اسمه الماهن فرخوين أي أقول حي إن نين ضعيفة أنا نين أبود لهن ينين أبود له اسمه الماهن رجل أقوى أفضل من رجل ضعيف إن واحد صار وين كارلو وحان يقول لي جوري جوجا أنت واحد غير هاي أنا أفائده إن رمضان كفائدة ولي هاي أيضا القرآن كوسو أرورين لبي يهال يصدح شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن. إن وحكى لكم بدأ فائدين كأولياء هي القرآن إلى بشان رمضان. حديث أجراء أنس بن مالك ورسول كبري ويري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءتكم شهر رمضان شهر رمضان التي تقلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتسلسل الشياطين. إن معنى ذلك بشهر رمضان وحل فري دونا الباب هذا لن أوشنا ذلك مدا وحنا لحري دونا الباب هذا أو كم إذا نار تكلون. إن ما أنت وهميك أول سائر رمضان كوا حلقة حالة سيد عيسو أو شيا دينتنا أو لقفلة يجنا لحرحرة أنت سيالو سمينا يا شيا دينت الله قفلة يا إيشك هذه أو جنة الباب هذا الله فرا يا نارتنا الله حرا مسلمين تا مؤمنين تا وليس المنافقين مسلمين ومؤمنين وليس المنافقين. أوكي محيطة فائدة أنك فائدة سنكرنا عليك هذا إلهي كم تاي شهر بشهر رمضان هذا إلهي وكفاره كتاب القرآن كمصحف وكجرتا إن وحاك لا جفتو إن بشهر رمضان لقى فائدة استو ولا لها أو طبعا لسنا إن لا تأكل يوم وحاك لا لقى فائدة فائدة سنكرا بشهر رمضان إن لا صوم إذا صومين كما قولي سن وحيله وإلهي رهي ورسولك النفر يعني حديث كلا جراء ورسولك أوليه هاي وكبري ورسول أبو هريرة ونوت الماما رسولك إنو رهي إن الجمعة والجمعة والرمضان إلى رمضان وبينهما يعني الدنبقة كادعو والوع فينا جمعة كست إلا جمعة كست انتو قولي رمضان إلى رمضان الدنبقة كادعي والوعفنا وحسن وحي كمدين فوائد أولية هاي أما إلادة هاي بشهر رمضان وحين كمدتها ومن آيات الله أيضا إلهي هاي كمدتها أن رمضان كإنا تاكل سوء ولا لك مسكين أو حبيس أو أفرك سكبحين كرين أما بيا حتى ما أنت كذن كرين والله ما قال له حاجة الآن بيا كذن كرين بدأنا أفرك حتى أبوذي وهنا نحرس أم جساء أو إيجانا
uga camal qaadataa sidii oo asxaabay acmaashu wanaagsan ee bishaan nala faray mid yar ma ahan inaan ka faa'iidaysano. Faa'iido badanay leedahay bisha Ramadaan. Waa ogtiin xadiisada aan soo sheegnay waxay ka mid yihiin xadiisada sheegaya inay bishaan ugu fiican tahay. Inaad walaalkaaga afuriso, walaalkaaga miskiinka ah, adduunyadaan naxariis taalla, aakhira naxariis ma taalla. Anigaa maanta guriga iska jooga, waxaa idinla jeclaystay inaan idin soo duubo si oo loogu faa'iidaysan lahaa bisha Ramadaan ama aayadaha Ilaahay way noo dhiman tahay mowqifkeeda ama sheegideeda meelaha oo Ilaahay waxyaalaha aayadaha Ilaahay ka mid ah. Bisha Ramadaan ninkaan faa'iidaysan wuu khasaaray. Nimaan soomin bishaan oo Ilaahay cibaadadiisa gelin oo albaabada Ilaahay oo cibaadada ahaa gelin ma faa'iiday. Teeda kalena baabu riyaan mafduux dadka ay ka galayaan maalinta qiyaamo. Haddaa la shaqaystaa ajirkiisa. Nimaan soomin albaabkaas kama galaya maalinta qiyaamo. Waxaan jeclaystay ani inaan idinla wadaago asxaabta ku xiran maadaama mid yeeshuu inaan idinla wadaago waan idin sheego waxyaalaha ugu muhiimsan. Guriga iska joogtaa, qur-aanka iska akhri, salaada tuko, Ilaahay ka baq. Dadkana waxaad u duceey muslimiinta meel walba ay joogaan. Walaalahaaga wax sii, waalidkaaga asxaan u samey guriga. Hadda dadka badan oo guriga oo joogo oo sambuuska u sameynaya cidda u sameynaya afurka qaybtiisa badan xataa suuqyada ka soo adeegayo waa wax aad iyo aad u fiican. Reerka loogu kaalmeeyo waa waxyaalaha naxariista laga helayo ee isku imaashaha dadka ee muujinaysa. Maanta waxaa laga yaabaa badankiina inay isku keentay gurigiina jooga, laakiin hore aadan is arki jirin oo aad kala tagi jirtay. Idinkaaba faa'iiday islaamkiina, dadka islaamka ah ee mu'miniinta ah oo ummat alxaamiduun, ummadda xamdisa, Ilaahay ku xamdisa. Waa sharafay leeyihiin sanadkan, bishaan khaasatanba ama sanadkan. Gurigaaga iska joog, qur-aankaaga iska akhriso, Ilaahaygaa caabud. Wax la cuno horta lama weynayo, waa la helaa. Teeda kale magaalada Muqdisho waxaa jiraan wiilal badan iyo gabdho badan oo ka qayb qaadanayo hadda barnaamijyada la yiraahdo afuri walaalkaaga. Waxaa idinkugu baaqilaa idinkana inaa walaalihiina afurisaan oo wax siisaan haba yaraada ha badnaado. Lama kala taagdarna magaalkan, waa dad waxaa jooga oo aan waxyaalaha qaarkood iska bixin karin sidaan hore usoo sheegnay. Asxaabay qodobka labaad, wa min aayaati illaah musxafka qur-aanka kariimka. Wa min aayaati illaah jacala allah licibrata liman yakhsha. Wa min aayaati illaah jacala allahu licibrata liman yakhsha. Aayadaha Ilaahay dadka wuxuu ugu dhigay inay kuwaana qaataan. Sida hadda marka la sheegayo kitaabka qur-aanka kariimka marka la fiiriyo shahru ramadaan aladii unzila fihi quraan, dhammaadkeeda ama aayadda dhexdeeda waxaa ku jirta laba kelimad oo laddatan lisaa'imiin ah. Laddatan lisaa'imiin waa dadka dhadhan ay leeyihiin gaar ah dadka oo sooman. Maxay taha labadaas kelimadood? Yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra. Yuriidu allah bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra. Wa min aayaati illaah waa kalaamka alla waa been maaha. Soo ilaahay ku dhahay haddii idinka aad dhibaataysan tihiinoo iska fura soonka iska qaleeya. Markaasuu ilaahay ku yiri sau addoommadiisa uu farxiyo, yuriidu allah ilaahay wuxuu idinla rabaa uu yiri alle bikum alyusra yacni wax fudud, walaa yuriidu ma idinla rabo bikum alcusra wax adag yacni xaalad in la adkeeyo ma la rabo. Diin islaamkan maaha diin aad adag, waa diin nasiixa, waa diin fiican oo toosan. Okay, wa min aayaati illaah maxaa ka mid ah aayadaha Ilaahay sida khalqa samaawaat wal ard, wakhtilaafi alleyl waannahaar, khalqa samaawaat wal ard wakhtilaafi alleyl waannahaar, wa min aayaati illaah. Wa min aayaati illaah oo keliya ma ahan aayadaha inta ku xusan, wa min aayaati illaah oo keliya ma ahan aayadaha inta ku xusan oo kitaab qur-aanka kariimka ku xusan oo keliya ma dhulka iyo cirka waxay ka mid yihiin waxyaalaha Ilaahay aayadiisa. Lianna Ilaahay muxuu u sameeyey aayadaha
وجعل عبرا لمن يخشى سي ونقطو تلمان اما بر تلماميت ام بر وان خاشع اسلامك ان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم معنى ما حيت لعلكم تاس اي سويدي مودن قرانك ان لبرتو كليو والله ثم والله ان انسان فائده بدن بحنين هذا تفسير كيس كسين انا ادخل الله كما دهي وا اخانا قرانك تفسير كيس لكن وحن بقولك افرتن ام بقولك لحن وا كفهم قرانك لكن لد وح الله مدري ميسد هذا قرانك فيسكيس اقونين اما معني ساقونين وحات هي دمر او ملب لو دري اوكي اصحابي وحان سو غارني غبا غبدي يغناندكي او معناها لدة للسائمين ان اهد ليني اصحاب صومن او غوري اسك فديسو وا ان الهي كبخدان الصلاه الصحه دكتان ان صدق صدقه صدقه ابحستان ولالينا افرسان ان تيدك لا اكو حد لاتان ربينا الهي عذر كان ادونك هاجر داميي وحان الله كبرينا انو الهي نغا يريو اما او نغا قادو ايدن الله كبريني كبرينينا عذرك نفركيس و حكمت هي ومن ايات الله هو بلا بلا ذي الهه كينو ذرك دباتدي يو 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 نفعينا الهه باكين لبدود با waxay kuwaas waxay ka mid yihiin wa min ayatillah barnaamij keenay wa min ayatillah maalin walba saan ayay ku soo gudbin doona in wa isku daya inaan idin la wadaago hala yar aan quraanka aan ka faansanay in waxaan rajaynaa in quraanka hore aan u sii fahmaano insha Allah du ilaahay raal uu ka noqdo asxaabay taa kale waxaan idin kara wa inaad soo booqataan channelkii kale ee xidiga banaadir media hadiga banaadir media ina soo booqtaan ay idin ka xusanaa hadiga banaadir media asnaanay arkiisina dad badan ka arkiisin walaa asxaabey soo booqda bye.